لبيك يا حسين تعني ان يكون حجاب زوجتك وبناتك مقدما على كل دنياك حتى لو اضطرك الامر لرمي غرفه الله من يديك وانت في اشد حاجتك اليها. قولينا لزماننا نقول اقبل يا ابن بنت رسول الله فانا لك جند مجنده جاوب الله لا نقبلك ولا نتركك ولا نتخلى عنك ولا نبيعك براهن ولا نعميه بل نفديك بارواحنا وانفسنا واولادنا واموالنا وكل ما حولنا لانك حفيد الحسين ونحن نصرخ للحسين في كل عاشر من المحرم لبيك يا حسين 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 نخرج كل ظلامنا من نجذب المقاومة تسأل ضربنا تسقط العصابة الحاكمة